السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بالمشاهدين الكرام، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اللهم اسق البلاد والعباد، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. صباحكم معطر بذكر الله، وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا إلى طريق المستقيم يا رب. ربنا تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عنا واغفر لنا يا رحمن. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. رب اغفر لي ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشفي مرضى المسلمين والمسلمات وارزقهم من الخيرات. اللهم أنر طريقنا جميعا واعف عنا وارحمنا وتولانا برحمتك يا رحمن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تتعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك ويدك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك فيها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. أعوذ بالله من ذلك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا حسن الخاتمة. ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ويرحمنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده وعدد خلقه ورضاء نفسه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من كان به هم أو ضيق أو عسرة فليقم وليتوضأ وليصلي ركعتين وليرح نفسه إن شاء الله، وتنزل عليه الطمأنينة والسكينة من الله عز وجل. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تشفي الأمراض. كثرة الاستغفار تغفر الذنوب وترزق العباد. اللهم اجعل عن يمين نورا، اللهم اجعل عن شمال نورا، اللهم اجعل من خلف نورا، اللهم اجعل من أمام نورا، اللهم اجعل من فوق نورا، اللهم اجعل من تحت نورا، اللهم أعدني النور. يا رب مطرا طيبا نافعا غير ضار. بسم الله ما شاء الله على نزول المطر وإحياء الأرض. ما شاء الله، عند نزول المطر يستجاب الدعاء، فادعوا الله عن ما تريدون. يا رب ارحمنا وارزقنا واغفر لنا وتولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنتمنى من الله يعجبكم الفيديو
الاخوان والاخوات، خلوا لي شي اشتراك، شي بصمه زوينه، تعليقات، لي لايك. جزاكم الله خيرا، والى الملتقي ان شاء الله.